Welcome to the Bad Farm! Hey guys, let's go have fun! المزرعة الجميلة الرهيبة المليئة بالاكتيفيتيز الحلوة للصغار والكبار. هسا احنا وياكم راح ندخل ونستكشف. الحجز اونلاين، اذا حجزتوا اونلاين تاخذون هاي الورقة وتعبونها وتوقعونها، اذا لا راح تعبونها هنا، بس احنا الحمد لله جبناها وطبعناها من البيت. هنا التشيك ان للتيكتات، عندهم هنا الاونلاين تيكت اللي احنا حجزناها، وهنا اذا جايين تدفعون كاش او كريدت. اخذنا السوارات وهسا حاليا داخلين للمغامرة الحلوة، اتمناكم ويانا. هاي بعد ما دخلنا هنا عندنا الدونات شيك، هنا عندنا الاكتيفيتيز. متحمسين؟ يلا. تو قبل أن نبلش والأولاد يروحون للأكتيفيتيز، هنا لازم ناخذ لنا فاميلي صورة، صورة العائلية، وبعدين نروح للمغامرات اللي هنا. أول شيء إذا تشوفون هذا وعد وإيلاني على مود يلعب هنا بهذا المكان اللي كل إحنا مخصصينه للأطفال بهذا العمر. خلينا نشوف إيلان إيش راح يسوي. هاي شنو إيلان؟ You like it؟ واو. وين رايح؟ وين رايح؟ حب اللون الأصفر. هاي شنو هاي؟ شنو هاي؟ الحلو بهاي المزرعة انها عائلية، بحيث انها مخصصين هذا المكان للام اللي تريد ترضع. هنا أنا هذا الستيشن التغيير الحفاضات للاطفال، اكو هنا الحمامات. قبل لا نكمل هذا الفيديو لا تنسون انكم تشتركون بالقناة وتسوون لايك وشير الفيديو بين احبابكم علشان نكبر وياكم. هنا سلايد كلش حلو جميل للاطفال، ناطرين هسه ايان ويزن وارسلان ينزلون منه. تعال أرسلان. This is way faster. والله way faster. هسه جيت انا والاولاد هنا على الترامبولين. طبعا عندهم 2 ترامبولين تقدرون تستخدمونها. الترامبولين شي يقول لك اذا انتم اطول من هذا الفنس، طولكم من هذا الفنس، تستخدمون الجمبينج الثانيه، الترامبولين الثانيه. وين راح ارسلان؟ طبعا هناك ايان ويزن وانا وارسلاني هير. ما حد قال لك تنزل تحت، ليش؟ يلا ليتس جو اب. كلش حلوه كبيره، يعني هناك حتى الادلت يقدرون يستخدمونها. اجا ايلاني شارك ارسلان. اوبس اوبس اوبس. اوكي حياتي، شلون الاجواء؟ اجواء تخبل، كلش حلوه، الجو كلش حلو. والمزرعه؟ المزرعه تخبل، يعني بيها اكتيفيتي كثير، الاولاد يعني قاعد يلعبون والحمد لله مستانسين. طفرون زحليقه، كلش حلوه. بعدنا هاي بدايه، طبعا بعد اكو شغلات كثيره بعدنا ما راح نخليكم معانا وديسكفر اذر بليس. طبعا اخذنا صور كلش تخبل هنا بهذا المكان، تابعونا على انستغرام راح تشوفون الصور، وراح نخلي لكم اياهم الصور بنهايه هذا الفيديو. هسه شوفوا هنا، اوكي هنا اكو ميزه هي المتاهه، اكو الصعبه، هاي الصعبه، وهاي المتوسطه، واخر وحده من هناك السهله، فجربونها تدخلون وتضيعون هناك وين الذره. طبعا اول ما دخلت هنا وين التيكتات، على طول صاحبه التيكت قالت لي واو يور اوتفيت از حلو، يعني از نايس، عرفت شو ما قالت؟ حلو از نايس. والاوتفيت اللي لبسته اليوم حاولت اني اكون الفارم جير، ما ادري ويا هاي الهات. طبعا هاي الهات مشتريتها يمكن من شي 6-7 سنوات، والحين طلع وقتها ان الواحد يقدر يلبسها. طبعا هني قايل لكم غرامه 500 دولار اذا سويتوا اي دامج بالكورنز. شوفوا هذه الهارد ميز، هذه الميديوم، وهناك الايزي وان. 3 مايل. اوكي. It's too much. اوكي، let's go for medium.
زعلوا الاولاد اخذنا الايد تقريبا ساعه اذا الواحد يخلصها هاي ساعه هنا اعطونا اوراق عشان نسوي مارك وين ما نوصل باي مكان راح ندخل داخل احنا وياكم عشان نفهمها اكثر جينا ودخلنا المتاهه الميديوم مو سهله كلش طبعا السهله كلش احنا عندنا ارسلان يريد يروح على الجامبينج مو راضي اوكي الايزي 15 دقيقه اوكي حبايبي اللي صار انه ارسلاني وايدي ليج يريد يروح على الترامبولين جامبينج فراح وياه وعد وانا وايان ويزن اجينا هنا على الايزي 1 مش الايزي 1 الميديوم 1 وراح نستكشفها احنا وياكم طبعا هي تجي مثل متاهه يلا وين نروح هسه كمل سيده لا اوكي سو ايان ويزن راح يودونا يمين ولا يسار اوكي This way, okay. طريق المتاهة يعني. يزن إذا ضعنا راح نقعد هنا more than one hour by the way. Wait, there's the right kind of bridge. خلينا نروح هنا أنا أقول. يا جماعة الخير ضعنا بالمتاهة والشمس صارت شديدة حارة. يزن عود قاعد نسمع كلامك أنت وأنا قاعد أمشي وراك. وين وديتنا؟ وين؟ تيحنا. والناس هم قاعدة هنا ومو عارفة شلون نطلع يعني صدق صراحة إذا ما تعرفون المتاهات روحوا على الإيزي أحسن إحنا أول شيء اخترنا الإيزي بعدين لا خلينا نروح على الميديوم عم الإيزي وإحنا ما راح نطلع منها إحنا قاعد نمشي ويا البوس طبعا البوس يزن قال لنا خلاص لقيت المكان الطلعة قاعد نمشي ورا هاي الزون على فكرة قاعدة أشوف إني قاعد ألف نفس المكان يزن هاي يزن look at me look at me ها why The more closer we're getting to the No, it's not. أياني، نشيل البوس من يزن وأنت you start the boss, you guide us. يلا خليها هسه يزن، أرسلان guide us. شنو؟ لقيت؟ وين؟ واو واو لقينا exit راح نطلع وأخي هنا ماد ديروا بالكم. ما وصلنا أصلاً، إحنا المهم شردنا. واو احنا طلعنا اصلا من مكان مو مال طلعه طبعا الحمد لله اني جايبه ملابس ثانيه الارسلان لان الجو صار كلش حار الحمد لله اني جايبت له شورت شوفوا هنا الاكتيفيتي الموجوده هاي هنا مثل ما قاعد تشوفون سموها اللي تردونها هناك تايرات كبيره مخلينها تصعدون فوقها ويجمبينج وهناك تدخلون داخل هذا اسطوانه هسه اروح هناك واصور لكم واو لقينا شيء حق ارسلان قياسه طبعا كلهم كبار وطاح الحذاء مال ارسلان No, come. لازم يشوف له وحدة فاضية. ايش قاعد تسوي حبيبي؟ هاي للأولاد. لا صراحة مو للأولاد، هذا المكان للصغار والكبار، كلش حلو، نتمناكم ويانا، تعالوا شوفوها هذا المكان روعة، هي مزرعة بس نفس الوقت بها أكتيفيتيز وألعاب للأطفال والصغار والكبار، كلش كلش تحبون. Ladybug? Yeah. Wow. يسموها. يسموها ladybug. أم علي. أبو علي. صدق والله. عراقيين شو تسمونه؟ كتبونا تحت بالكومنت. شو اسمها هاي؟ شو اسمها؟ هاي لونها برتقالي. هاي شنو هاي؟ ايش قاعد تسوي؟ اوكي جود والله زينة سهلة. يا. كملي كملي ما بقى بعد بعد روحي تعبتي شنو ها لا ما تعبت بس داخل شو القضية بعد 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 حيل 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 حتى توصلين بسرعة ال ال لوك اب يا كمان يو تيرن هسه يو تيرن شوفوا هنا مكان كلش حلو تاخذون بيه صور هنا بعد هاي هنا الاولاد يستانسون عليها اه ماما وينك هير يلا برافو يلا جو جو واو يلا جو وذ ماما اجين يلا
يا فان شنو هذا؟ شنو كان وراكم؟ وراي يريد يقطعني. اوكي هنا الباتل كاردز، قبل شوي لعبه ويا انا ويا زين، كلش حلوه وروعه. واخيرا اجى دور وهد وارسلان انهم يركبون القادمين. يلا جو ون مور. ارسلاني قاعد يلج اللي يريد هاي مو هاي. من أجمل المزارع اللي زرناها، أنصحكم بيها وبقوة. كان يغسل يزوني إيدينا. هنا خلين تنكر ماي. وهنا بعد. هنا كلش حلو، الأولاد حبوه وجايين مرة ثانية. هنا للأطفال الصغار. بقت عندنا هذه الرايد نركبها يودينا على البامكن، بس احنا تعبنا. وعد يقول ما اريد نروح وجعنا. جعنا بابا ادو سادس ما ادري هيك بابا سمعتني يا بابا شكرا. يلا حبايبنا وصلنا لنهاية البلوج. اوكي لا تنسون شير هذا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم ومتابعتنا على تيك توك، انستغرام، على اليوتيوب، على كل حاجة. طبعا هذا المكان كلش حلو للاولاد، في اكتيفيتي 10 على 10. اوكي في اكتيفيتي كثيرة يلعبون، يعني ما يملون، يخلص من لعبة يروح على لعبة، تعبون ما يملون. جيبوا اولادكم هنا كثير شغلات كلش حلوة. وهسه راح نترككم مع الصور ومع السلامة. باي باي.